400 جرام من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من السكر، كوباية حليب، معلقة كبيرة خل، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة زبدة، ومية دافية للعجن. برضو بالراحة كده هنشتغل بالمية بالراحة لأن فيها سوائل، فمش هنديها سوائل كتير. العجينة مغذية ولذيذة جدا، لو عايزين كمان تضيفوا ليها بيضاية من جوه أوكي، احنا تمام اشتغلنا بيها من غير بيض وزي الفل وجميلة وكل حاجة، فيها الزبدة وفيها اللبن ومغذية ولطيفة. لو حابين تعملوا ميكس دقيق مثلا يكون صحي، سواء القمح الكامل او دقيق شوفان، برضو ما فيش مشكله اعملوا ميكس ما بين الدقيق الابيض ودقيق القمح الكامل، لان دايما الاطفال الحقيقه بيتضايقوا من انواع الدقيق التانية يعني الصحيه. نعمل ايه كمان؟ عايزين للدهن 2 بيضه وفانيليا ورشه قهوه سريعه الذوبان للوجه، سمسم محمص وحبه البركه، حشوات براحتكم. ده ساندويتش يعني هحط فيه بسطرمة، جبنة فتة، خس، شبت، خيار مخلل، طماطم، جبنة، لانشون، عيشي حياتك بقى، ده ساندويتش وانت تقدري تشكليه زي ما انت عايزة. يلا بينا هنحط الدقيق، هنحط الاول ايه، تعالوا نحط كده شوية مية دافية او اللبن يعني براحتك، اللبن او المية، ونحط فيهم السكر مع الخميرة. يلا بينا ننزل بالدقيق في العجانة، أو طبعا نعجن بإيدينا فمفيش مشكلة، احنا عجننا كتير مع بعض بقى، أنا بعجن بإيدي وبالعجانة وبراحتي. يلا عندي كمان الزبدة، أحط الزبدة كده مع الدقيق. عندنا هنا ده إيه؟ ده الملح ولا إيه؟ ده الملح. طيب هحط الملح كده مع الزبده وقلب عشان الملح يتوزع كويس، عشان ما ينفعش نحط الخميره والملح مع بعض. يلا وزعنا الملح والزبده مع العجينه، ننزل بقى الاول علشان ناخد كل كميه الخميره والميه اللي عندنا، وبعدين نكمل باللبن. هنزل كمان بالخل واللبن واحده واحده. نبص على العجينة ونشوف محتاجة ايه، لسه محتاجة شوية سوائل. يلا ننزل بشوية لبن كمان. بص بتلزق، محتاجه عجن مش محتاجه سوائل. انا هعديها بس شويه ميه صغيرين قوي، معلقه ميه، وهسيبها تكمل عجن. انا عايزاها تلم كويس.
احنا متفقين ان اهم حاجه في العجينه ايه؟ العجن الكويس قوي والتخمير، تمام؟ وده اللي انا عايزاه. انا عايزه اعجن كتير، والعجن ده هيخلي لي العجينه اتشربت ومن غير ما تاخد سوائل كتير، وابقى فاهمه كمان النتيجه النهائيه عامله ازاي. العجينه بتاعتي دي ناشفه طريه ايه مالها؟ فانا عندي هنا العجينه طريه اهي، انا بس بحط ايدي في الدقيق كده، ما بديهاش دقيق اكتر من كده. العجينه طريه تروح للملزقه لكن ما بتلزقش في ايدي، لو انا مسكتها كده هلاقيها منديه، تمام، بس ما بتلزقش بايدي. هلم العجينه بتاعتي بالشكل ده كده، ممكن ايه نديها كده عجنه بايدينا، بسيطه ولذيذه وسهله، ما فيهاش اي عقد ولا اي حاجه، عشان اعمل عجينه طريه يعني ما تبقاش ولا ناشفه ولا حاجه. انا عملت ميكس ما بين الميه وما بين اللبن، تمام. نحطها بقى هنا كده، العجينه منديه مش ناشفه خالص اهي، طريه. اوكي، سيبها بقى علشان تخمر. طيب بعد ما تخمر، تحبوا تطلعوا فاصل دلوقتي عشان نرجع نشتغل على طول؟ نشتغل. طيب بعد ما تخمر بتبقى بالشكل ده، بصوا لذيذه ازاي اهي. غطيناها كويس قوي، وزي ما احنا شايفين كده خمرت وبقت زي الفل. طيب ننزل العجين طبعا، يلا بينا. ده احسن لي كتير. افضل لي اصلا. يلا بينا، تعالوا بقى نرش كده رشه، ما تكتروش دقيق قوي في الرشات دي، علشان هي العجينه بتاخد من الدقيق برضو اللي احنا حطيناه ده، فبيفرق في الملمس الاخير بتاعها. ايدك بس تبقى كده يعني فيها شويه دقيق، وال سواء بتشتغلي على اي حاجه او بتشتغلي على الرخامه ده افضل كتير. انا عجباني قوي العجينه قوي. يلا نشيلها بقى كده، بسم الله. لسه بقى العجينه طريه وجميله وملمسها حلو، عشان احنا خمرناها على ملمس جميل، تمام. ناخد بقى منها ونعمل كده على حسب طبعا حجم اللقمه اللي انت عايزاها. انا بحاول احتفظ بالهواء برضو، ما ايه ما خلصوش كله، ممكن تهبطيها عادي، وبس يعني ايه نحاول ان احنا ايه نشتغل كده في احجام شبه بعض او قد بعض، و عشان هنسيبها شوية كمان ترتاح بعد ما تقطعت، وبعدين نعمل الرغيف بتاعنا، تمام. نيجي هنا، ادي العجينة بعد ما بترتاح حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده. تعالوا نغطي دي ونشيلها على جنب. نشتغل بقى على الكاونتر كده. يعني المرة الاخيرة للتخمير او ان العجينة ترتاح دي 10 دقايق ربع ساعة كفاية قوي. اخد كده قطعة واقوم عاملة ايه، عاملة كده بالنشابة. مش بنرفعها قوي، ها ده تمام جدا. واجي هنا عندي زبده سايله مسيحاها، ولازم ضروري جدا الخطوه دي عشان تورق معايا. هقوم عامله كده. احنا انهي صينيه اللي هنشتغل فيها دي؟ صح. تعالوا نحط بقى كده ايه، ندهن بس صاج اي حاجه، زبده زيت اي حاجه، واخدها كده احطها هنا، واقوم رايحه عامله كده كده اهو،
لازم اعمل الرق ده ضروري. واقوم سايباها بالشكل ده كده. ده كده هيبقى شكل الساندوتش. يلا تاني. زبده ونتنيها بالشكل ده. طيب نيجي بقى للطبقه الثانيه، ناخد صفار بيض او بيض زي ما تحبوا. انا هاخد صفار البيض فقط. الطبقه دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن صفار البيض او البيض، عليها شويه من القهوه سريعه الذوبان، عليها رشة فانيليا صغيرة، عليها معلقة لبن، وادهن بالشكل ده. كده ممكن نحط زبدة كمان من فوق الوش، بس كده كفاية. ندهن كويس عشان ناخد لون محترم. أيوة نرش السمسم، نكتر بقى السمسم شوية كده، رشة سمسم محترمة على شوية من حبة البركة، ونكون مسخنين الفرن. ندخله على فرن سخن. كنا بنشكل عجينة سندوتشات المدارس، ده كأنه عيش بس طريقة التقديم بتاعته مختلفة، لذيذة جدا. الولاد لما هتشوفوا هو محشي بالشكل ده هيحسوا ان هما بياكلوا حاجة مختلفة تماما عن اي ساندوتش. فأي عجين تعملوه في البيت وتحسوا ان هو في فايض منه، على طول شليه في الفريزر وطلعيه قبل التقديم على طول، او قبل الحشو على طول. دخليه مايكروويف، دخليه فرن، بس اذا هتدخليه الفرن لازم ترشيه بشوية مية، ده علشان لو عجنتي اي عجين وحسيتي انه ناشف او فيه حاجة او كده ما تبيتيهوش بره، يعني يا دوب انت كله منه النهارده، اعملي منه سندوتشاتك النهارده، الباقي يتقفل كويس او يتشال في الفريزر، طلعي على قد الاستخدام. اذا طلعتي اكتر او حسيتي ان هو بقاله كتير ما عندكيش مايكروويف، رشه ميه ودخلي الفرن، هيطلع معاكي كانه طازه وفله، بس ما تعليش الفرن على الاخر، يبقى الفرن على الهادي كده ودخليه. تمام، ده شكل العجينه في الاخر قبل ما تدخل الفرن. هتدخل الفرن حالا. ده شكل الساندوتش، يلا بينا. طبعا يستحسن بعد اي تشكيل ان احنا برضو نسيب العجينه ترتاح 5 دقائق، يعني ما اشكلش واعمل الرقات واعمل كل حاجه واقوم ادخلها على الفرن. 5 دقائق العجينه ترتاح، تاخد كده وضعها، تدخل الفرن تطلع لنا زي الفل. يومي يومي. بصوا اهو كده هو تمام فله. نبتدي بقى بعد كده نحشي الحشوات اللي احنا عايزينها كلها ونقدمه بالشكل ده للولاد، يبقى مقفول وفي نفس الوقت محشي ولذيذ قوي 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 وطعمه حلو جدا جدا جدا.